بلس لاتيني تباعد الأحرف. هي أكيد موجودة بس أنا مش واخد بالي، بس فين؟ هو ده الموضوع بقى، أبدأ أدور في الحاجات دي وأدعبس عادي خالص لحد ما أوصل. طب التوسيط هيخليها عاملة ازاي؟ شوف كده التوسيط، فرقتش فرق فعلي أو فرق كبير. المهم ندور كده كل الإيه الحاجات تتعلمها بالإيه بالشكل دوت. الراجل ده لو مناسب بالنسبة لك ولا ده؟ ممكن ده، ممكن كده، ممكن تعمل نقط. في ناس بتحب العلامة دي قوي مثلا، كويس. هو عامل لها ترتيب معين، الترقيم ده ممكن مش عاجبك تشيله واحد واحد وبعدين تضيف له الترقيم اللي هو الترقيم الطبيعي اللي موجود ايه اللي موجود هنا. الحاجات دي مش داخلة مزاجك، البتاعة دي شايفها مش متنسقة كويس، ممكن تيجي هنا وتحاول توسطها، انت حاول تجيبها شمال، اتظبطت إلى حد ما، ماشي. اديك ماشي مع الكتاب كله بهذا الشكل، الرجالة اللي هنا دي اتعلم مع الكلام دوت، برضو تحاول توسطه في قلب الايه الجدول بتاعه، كويس. الجدول ده تضغط عليه كده كليك يمين، شوف ايه التأثيرات اللي انا ممكن اعملها على الجدول ده، حدود وتظليل، اشوف انا ممكن اعمل ايه بالظبط، ماشي. هنا مثلا اللون ده مش عاجبني، اعلم على دولت، تاجي كليك يمين اقول له حدود وتظليل، ده التأثير وده اللون اللي موجود. لا ده اللون ده مش عاجبني، لا ده كذا مش عاجبني، خلاص اهو ده لون التعبئة. لا انا عايزه لون ايه اللون ده مثلا، اقول له موافق، واقوم عامل الاقي لون التعبئة اتغير. انا عايز اي حاجة، اي تأثير معين، عايز العلامة بتاع الساعة دي تكون مميزة، اعمل لها تظليل تاني، هيحصل تعاود هنا ما بين اللونين، فممكن انا اعمل اختار نفس اللون بحيث ايه يبان ان الساعة والبتاع على نفس الدرجة من الأهمية مثلا. طبعا الألوان بتدي ايه إيحاء، فانت ممكن تستخدم الحاجات دي على حسب ما انت تشوف كده. بعد ما عملنا ده، نفس الراجل اللي بيعمله مخرج الكتاب، الكتاب بيألفه واحد وبعدين واحد تاني بيكتبه وبعدين واحد تالت بيخرجه اللي هو يطلعه لك في الشكل اللي انت هتقرا بيه. دي برضه نصايح مهمة الراجل عاملها لك بخط كبير. نيجي هنا ونختار العلامة السحرية الذهبية بتاعتنا، كويس تمام. هنا الموضوع مش لما ضغطت عليها شوف بيبدأ يتحرك، بهدل الدنيا. شفت اللي حصل في الكتاب؟ كنترول زد، رجعنا كل حاجة زي ما هي. في سؤال بقى انا عايز اطرحه، هل يمكن تحريك هذه الأداة من هنا لهنا؟ طيب هل انا لو علمت كده وقلت له في توسيط هيوسط سطر ولا هيوسط ايه؟ تمام. اقعد بقى ادور على الكلام دوت واشوف، هو انا عشان كاتب من يمين الشمال ولا من يمين الشمال اليمين، ولا انا عامل محاذاة غلط اتجاه النص من اليمين الى اليسار لو عملت كده، كويس. طب لو علمت على دولت قلت له كده وبعدين قلت له كده، جت معايا الحكايه اللي انا عايزها. يبقى حاجه انا ما كنتش عارفها وانا بتعلم في البرنامج، قعدت اجرب ايه الاحتمالات، الراجل ده بيشتغل على ايه. انا متعلم اوفيس 2003 وكنت شغال عليه قبل كده، وهستفيد منه كخبره في اوفيس 2007، خلاص اهو. بعد كده الراجل ده لما اجي اعمل بقى ها زي ما اتفقنا، تقوم مرجع كده كل حاجة وتقول له ايه بالظبط بقى، ضمنت ان الحاجات بتاعتي هتبقى بالشكل. راجل كاتب شوية ملحوظات غاية في الأهمية لكل الذين يعملون في الإدارة وكل الناس طبعا، لأن كل الناس بتستغل الوقت.
الكتاب او المقاله دي مقاله الصراحه مفيده جدا يعني. انا ما قريتهاش على فكره، بس طول ما انا ماشي عينيا كده بتلمح كلام، تلاقي ان الراجل يعني راجل بيفهم، كاتب كلام مهم قوي. رجعنا كل حاجه زي ما هي يا عم اهي. الكتاب كله نقط مهم، اللي ملخص الكتاب واخد العناوين او خلاصه الكتاب بمعنى دق يعني، وايه وجاي لما لك في مقاله فانت تقراها يمكن تنفعك اكتر من قراية الكتاب نفسه. اللي ما كانش مظبوط ده وكنا دايخين علشانه. حلوة اللعبة دي، كويس. تبدأ تنسق وتظبط في الحاجات اللي مش مظبطة. خلصت عايز تعمل إطار، كويس، تيجي هنا اهو تخطيط الصفحة، حد الصفحة اهو تختار. انا عايز اعمل حد للصفحة بتاعتي، اختار من هنا مثلا الحد بتاعي. لا طبعا حدود كتير جدا، مثلا ده عايزه بلون مثلا ازرق، وصغره شوية لانه كده كبير، 10 مثلا، كويس، واقول اوكي. جهزت انا الراجل ده بقى دلوقتي ايه على الطباعة مثلا، انا شايف ان هو كده جاهز على الطباعة مثلا، كويس. ابدأ اعينه قبل الطباعة من هنا، طباعة معينة قبل الطباعة، أبص عليه لما يطبع هيبقى شكله ايه، كبره كده واشوفه. ده شكله وقت الطباعة هيبقى عامل ازاي، أبص عليه بصة كويسة، عجبني أختار من فوق طباعة وأطبعه، ما عجبنيش أعمل إغلاق معينة الطباعة وأكمل التأثيرات اللي أنا عايز أحطها. طبعا ممكن اعمل لون الصفحة زي ما انت شايف، مثلا ده ممكن اعمل علامة مائية، حدد صورة خليها علامة مائية، الصورة ديت إدراج تطبيق، مش عجباني بعد ما عملتها مش عجباني، أكتب النص اللي أنا عايزه. تنظيم الوقت، كويس، سيبني من العلامة المائية واعمل تنظيم الوقت ده، والخط اخليه شبه شفاف ماشي، واقول له ايه تهم ماشي، افقي ولا قطري خليه قطري عادي، اوكي. اغلاق، اشيل لون الصفحة عشان العلامة المائية تبان اهو. تنظيم الوقت، هتلاقي كلمة تنظيم الوقت مكتوب. لو جبنا علامة مائية بقى وقلنا بقى نغير نلعب في درجة الشفافية، لأن هو طلع شفاف قوي، بلاش يكون شفاف قوي كده يعني، خليه مثلا كده تطبيق. يبقى تنظيم الوقت بقى كل صفحة من صفحات الكتاب اللي أنا مألفه عليها اسمي أو عليها عنوانه، بحيث إن مفيش حد يقدر يسيبه ليه أو حاجة من هي من هذا القبيل. أنت ممكن بعد ما تألف كتاب تكتب اسمك على كل صفحة أهو، والراجل اللي هيقرأ البتاع هيقرأ عنوان اسم الكتاب وعنوان الكتاب بالمؤسسة ده. بالبرنامج ده بقى بعد ما انت خلصت الموضوع ده كله، كرييت بي دي اف، يقول لك حط لك فين، قول له حطه على الديسكتوب، سيف، جريت لك البي دي اف اهو. طبعا لو تلاحظ تلاقي ان البرنامج
ايوه ده البرنامج بتاعي ده عنده مشكله مع العربي، لما جه يعمل PDF عربي بهدل الدنيا. في برامج كتير بتعمل الحركه دي. المهم ممكن يكون عنده مشكله مع العربي، وممكن تكون انت وانت بتكريت اخترت اوبشن غلط، بس هو كريت PDF، ما ده الاساسي بتاعه. convert document summary open PDF after creation hyperlink file name. ممكن تلاقي في settings حاجة كانت معمولة غلط ولا حاجة. المهم بس انا فاكر ان احنا عملنا PDF قبل كده بيه، لا اظن كان اغلب انجليزي. المهم نيجي للموضوع هنا، تلاقي طبعا معلومة ما قلتهاش قبل كده، ان كل فايل من الفايلات اللي احنا بنبقى فاتحينها في الاوفيس بيبقى مفتوح له temporary فايل معاه ملف مؤقت، هو ده ملف وهمي، ومجرد ما انت بتقفل ده بيتقفل معاه. الملفين دول او تي ام بي او تمبر، دي ملفات مؤقته موجوده وبتبقى مخفيه، بتبقى موجوده مع البتاع ليه؟ عشان تسرع ادائك على الملف. يبقى موجود كملف مؤقت في الحاجات اللي انت عملتها لحد ما انت بتسيفها وكده، وبعدين بتقفل تقوم الموضوع ايه، الملفات المؤقته ديت مش موجوده. اللي انا عايزك تعرفه بس حاجه واحده، ان الملف الاوفيس اللي انت فاتحه بيبقى مفتوح معاه ملف واثنين وثلاثه مؤقتين، بس هي دي المعلومه اللي انا عايزك تعرفها. كده خلصنا الراجل ده، بعد ما خلصناه زي ما انت عارف نسيبه كنسختين، نسخة على الديسك توب كراجل اسمه ايه ده، اوفيس 2007، ونسخة كاوفيس 2003. هو سيف المرة اللي فاتت كالفين، وحفظ التغيرات باسم مختلف. حفظ التغيرات باسم مختلف يا عم، حفظ التغيرات ايه، ممكن اسميك اسم تاني وخلاص. واحد ان هو سيفهم الاتنين على ده وده اهو، ده العلامة بتاعت 2007، دي العلامة بتاعت 2007. مني كان في 2003 ما رضيش يسيب 2003، فانا غيرت اسمه، انما ده 2007 و2003 شوف اسمين في نفس المكان، دي ما في اي فايل ما بيرضاش يعملها لان الاثنين بيبقوا نفس الامتداد، انما ده فاهم ان ده حاجه وده حاجه تانية خالص. المهم ده 2007 كويس، العلامه بتاعت 2007 عليه، وده 2003 العلامه بتاعت 2003، وده 2003 كمان فعشان كده ما رضيش يسيب الاثنين دولت مع بعض غير لما انا غيرت الاسم. خلاص يعني معنى الدق ده ملوش لازمه يعني نهائي. لما انا هاجي اقفل ده هتلاقي ده زي ده خلاص، وتلاقي الملفات التمبوريه اتقفلت، وتلاقي ده البي دي اف بتاعنا طبعا ملوش لازمه لان البرنامج طلع ما بيتعملش مع العربي. خلاص اظن كده استعدنا شويه حاجات لطيفه جدا في اوفيس 2007 واستفدنا بيها، و ارجو انها تكون مفيده على المدى البعيد لكل الناس اللي هتتعامل مع 2007، وان شاء الله تباعا هنتخطى مرحلة المهارات الأساسية في أوفيس 2007 اللي احنا بنتكلم عليها، وخدنا رمز ليها برنامج الوورد. نفس الحاجات دي هتلاقيها في، هتلاقي بعضها في الباوربوينت وهتلاقي بعضها في الإكسل. تمام فيعني دي كمقدمة، تبدأ تسطب 2007 وتبدأ تشتغل عليه وتبدأ تتعامل معاه. وكذلك لو شفت حد بيتكلم عنه في النت أو ملف ينزل لك بامتداد دي أو سي إكس، ما تحتارش هو بيتفتح ازاي. في لو انت نزلت الدي او سي اكس وما كانتش شغاله تلاقي العلامه بتاعت الملفات اللي ما بتشتغلش ديت جايه لك، فايه هتقول ده انا نازل ملف وورد وما بيشتغلش ومش عارف ايه. فانت عرفت دلوقتي ان هو 2007، وعرفت ازاي تتعامل معاه، وعرفت ازاي تحوله ل 2003 لو ما كانش عندك اجهزه 2007 وكده. يعني شكرا لكم على استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرجو منكم متابعتنا على مدونة الرسميه سنوات كمبيوتر، واتمام باقي الحلقات، وتواصل معانا لو في اي حاجة. نرجو ان احنا نكون بنقدم لحضراتكم خدمة كويسة انتوا تستحقوا اكتر منها، وشكرا لكل الناس اللي بتتصل، وشكرا لكل الناس اللي بتشد على ايدينا وبتخلينا نستمر في هذا العمل رغم كل المعوقات اللي موجودة ورغم ضيق الوقت الشديد. يعني ده بفضلكم، طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا ثم بفضلكم وبفضل تشجيعكم لينا سواء بالاتصالات او بالايميلات او على الماسنجر او اي حاجة من الحاجات دي. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.